بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. بين معجزة الخلق وحقيقة الموت تمضي الحياة بدروسها وحكمها، فهل من معتبر؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين. وموعد يتجدد معكم، والحلقة 569، حلقة الاثنين من ملك وكتابة. لكن دعونا في البداية بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة البرنامج وإدارة القناة نشاطركم الأحزان في فقدتك الغالية شقيقتك يا باشمهندس، تغمدها الله بواسع رحمته وألهمكم الصبر والاحتساب. بداية أشكرك، أشكر كل الأعزاني، أشكر مجلس الإدارة، أعضاء النادي، الجماهير، الإعلاميين، زملائنا، كل من واسانا، الأقارب والأصدقاء. ولكن اللي ما يتعس من الموت ويتأمل ويقف كده ويشوف مشوار الحياة وياخد منه العظة والدروس بيهدر حياته هباء. ربنا يتولاه بواسع رحمته ويلهمكم الصبر والسلوان. حلقة جاية في توقيت مهم جدا لعلكم متابعينه، عشان كده مضمونها نتمنى أن ينول إعجابكم، وهذه أبرز عناوينه. مقالي وما قالوا، هكذا هم يربون وهكذا نحن. الغربال بطل أبطال العالم، عظيم يا أهلي. بعظمة لسانه ما تقولش أمين شرطة اسم الله. الشموع الحمراء مكاوي عم الكباتن. أسرار الملك فلافيو الرأس الذهبية. وأخيرا مجلتنا من 40 سنة. ده أبرز العناوين، لكن خلونا في البداية نستعرض مع حضراتكم مقالي وما قالوا، هكذا هم يربون وهكذا نحن. رأيك؟ رأيك أنت إيه؟ أنا شفت شريطين فيديو، المفروض انهم يعني للترفيه. المفروض ان هم للترفيه. ما قدرتش ما توقفش قدامهم وابعتهم لك ونستلهم منهم مقالي. هذا المقال، لان الحقيقه قبل ما نحب ان احنا نسطر يا ريت نشوفه. طيب هنشوف الفيديوهين لاستعراض مهارات لاطفال صغيرين جدا. شوفوا التربيه الرياضيه عامله ازاي، شوفوا ازاي تنميه المهارات الرياضيه والثقافيه. والثقافيه طبعا. طب اتفضل هيتعرضوا وحضرتك بتتكلم. يعني تشعر ان الانسان عندهم يعني مشروع منذ ان يولد. اهو تعالوا شوفوا الراجل ده، الطفل ده، ده حاجه اقل من 6 سنوات. شوف والده استقال وتفرغ لتدريبه عندما لمس منه موهبة. الموهبة مش موهبة، المهارة كرة القدم، موهبة التعلم. التعلم هو علمه ايه؟ اتفرج المهارة الفردية والترقيص مع ناس اكبر منه. شو بيمرنوا ازاي؟ بص، انا كان نفسي تتفرج. بص الشخصية بتتكون ازاي. شوف، فالراجل حاسس ان هو عنده مشروع في بيته. استقال والده عشان بص بيطلعوا الحيطة ازاي في السن دي. شوف بينمي له عضلاته ازاي، ده بيجريه بيلبسه باراشوت يجري بيه. ايوه هتشوف دلوقتي 3000 تنطيقه يعني. يعني وبعدين حاجه بيحفزه ازاي، بياخده في حضنه ازاي، بيعمل له ايه يعني، هكذا يبزق. بص بيجري ازاي، شايل الباراشوت بيجري بيه عشان يقاوم. بعدين جمباز وبالانس كل عناصر التربية البدنية والنفسية والمهارية والثقة بالنفس بتتولد في الولد ده، بيتعلمها من أب حس إن عنده مشروع في البيت كرس نفسه له. أدي تربية بطل رياضي قادم. أعتقد اسمه مراتة، حاجة زي كده. بص جسم، هل معقولة ده طفل؟ تتخيل يعني. بص الوسائل، وسائل التربية. بص تركيز الأب على إنه يعمل من الراجل ده حاجة ما شاء الله. الراجل الطفل
وانت تقول لي ده بنت وانا بقول لك ده ولد بس سيبك من شعره لان انت يعني بكره هيبقى موضه العالم الشعر ده ان ما كانتش دلوقتي انما ادي واحد ازاي بيربي هذه الموهبه يعني بعد ما نستمتع بهذا الشريط الشريط اللي وراه اهم الشريط اللي وراه اهم شايف التمويه شايف هل ده معقول تخيل ان ده واحد عنده اقل من 6 سنوات الا اذا كان وراه مجهود رهيب جدا في كل تفاصيل في التعليم والتعلم والولد وذكائه وحماسه والتزامه وشغفه شوف الولد بيطلع من صغره عنده ايه فادي شريط شفناه ده في بطل رياضي بيتاهل انه يكون ظاهره يا ريت نشوف النموذج اللي بعديه اذا كان جاهز يا شوارب هتشوف نموذج اخر طفله ومشروع ثقافي هتذهل هتذهل من كميه التعلم وكميه الاخراج اخراج المعلومه يعني ارجو ان هو بس ايه طب جاهز اتفضل طبعا اتفضل The ear. And tell us about the ear. Your ears are very important for your balance. There's liquid in your inner ear that says yellow when you move. And do you know why you get dizzy when you spin? No, I don't. It's a tidbit like the water ball. If you spin the water ball really fast, the water keeps moving. Same thing will happen to the liquid in your ear. When you stop spinning, the liquid in your ear keeps moving. And it confuses your brain and you feel dizzy. Tell me about this. The heart. The heart. Yeah, think that's your heart. Pumping, which improves cardiovascular health. You make people's hearts happy, but also healthy, because you make them laugh. So you're kind of like a heart doctor. I am a heart doctor. That's really clever. طيب معلومة ابتدت وريت لها رسمة الودن شرحت لها يعني ايه ليه الانسان بيدوخ لان في سائل في الودن زي الازازة لما وعشان كده لما تلف 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 وتقف البالانس بتاعك البنت بأبسط وسائل التعلم والشرح قالت لأنك أنت بتقف لكن السائل بيستمر في الدوران فبيختل توازنك وبتدوخ القلب الضحك بيخلي القلب يضخ دم أكتر وبقوة أسرع فالضحك بيزود السعادة والقلب من ثم بيعبر عن السعادة والحزن شوف الشرح شوف الإدراك شوف هكذا يبذل الجهد في تعليم الناشئ سواء المهارة أو سواء الإعداد أن يكون بطل رياضي أو سواء في الجانب العلمي هكذا يعدون أطفالهم طب إحنا بنعد أطفالنا إزاي بقى إيه النماذج اللي بنقدمها لهم إيه الكلام اللي بيسمعوه مننا إيه كمية الغل والحقد والشتيمة والتراشق وإيه التفاخر وكل القيم البالية الفانية بنقدمها لهم للنهار بالصبح لبالليل لذلك أنا لما بقول إن أطفالنا عايزين مجهود قيمي أخلاقي عشان أنت بتبذل مهما تبذل من إصلاح التعليم والبنية الأساسية والمدارس والمعلم لابد المشروع المنهجية أنت عايز إيه القيم اللي يطلعوا عليها إزاي يلاقوا نقط تحدي إزاي هم يبقوا ما تقولش إن دول أطفال ما فيش طفل ما بيتعلمش ويردد وراك وانت مش واخد بالك اللي الطفل هو مرآة الأسرة ومرآة المجتمع يلقط ويلتقط ويقول ولذلك كل ده خطر في بالي انا بتفرج عليهم ان لا لازم نقدمهم هنا لان انا وقفت قدام الموت بيفوت علينا المشكلة انك تتعظ في لحظة الموت تخرج من المدافن تزعل شويه تتامل شويه وتفكر شويه وتقول والله ما مستاهله والله ما استحقها ما اروح اصالح اللي متضايق مني وبتاع تاني يوم تكون الحياه جرفتك في مشوارها لكن لازم كل واحد فينا يسال نفسه هذا السؤال ايه الاثر الذي سوف اخلفه خلفي اذا لم يكن اثرا طيبا فيبقى الحقيقه احضرنا الحياه احضرنا الحياه احضرنا الحياه
طب انا اربع خمس جمل بسرعه كده يا استاذ ابراهيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. شايف الله دي معناها ايه؟ انا الانسان ظالم دون ان يشعر. هو يناجي ربه، انا من الظالمين يا رب اغفر لي، يا رب لا تجعلني من الظالمين، يا رب ارشدني الا اكون من هؤلاء. وبعدين اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك، حكمه لازم تبقى قدامك. العفو عند المقدره، هي دي القيم. لا كمان لازم تبقى انت بينك وبين نفسك، استاذ ابراهيم انا يعني وانا اول ما تعينت مدير نادي كان ابتدى الناس تقول لي كلام طيب قوي، فانا خفت لا اصدق، خفت لا اصدق فتفتن. فقدام الكابتن صالح مره واحد دخل قال له احنا بنشتغل عشان الراجل ده، ولولا الراجل ده ولولا الراجل ده، ده الراجل ده ده الراجل ده. قلت له من فضلك، عارف يا كابتن صالح انا بصلي اقول ايه؟ وهذا حقيقي الى يومنا هذا، اللهم قني شر نفسي. اللهم قني شر نفسي. النفس أمارة بسوء يا أستاذ إبراهيم. أنا بقول كده عشان كل واحد في موقعه لازم يتقي الله. إذا كنت قادر على اتخاذ القرار أوعى تظلم، أوعى تظلم، أوعى تظلم إلا الظلم، أوعى تكذب. الكذب أبو الشرور. أنا مش بقول إن أنا يعني بدعو أو داعية أو إن أنا، لكن هي اللحظة لازم وقفتها مع نفسي بمناسبة حضرة الموت، الحقيقة المؤكدة اللي لا يختلف عليها كل الأديان وكل حتى اللادينيين، هم إذا الموت ميتين ميتين، خلقنا أمواتا أمواتا نمشي على قدمين. فلازم نتقي الله ونشوف ربنا إذا كان حطنا في أماكن ويسر لنا من الصلاحيات إن أنا نصدر الأحكام، لن فلنتقي الله في هذه الأحكام. فلنتقي الله في هذه الأحكام، وكل واحد في شغلانته زي ما المهندس عدلي قال لازم أن يبقى فاهم أن الدنيا كلها لها حدود، وأن هذا الشعور بهذا التكبر والتجبر والغلط والإسفاف والإساءة لها حدود ولا يمكن السكوت عليها. بعظمة لسانه ما تقولش أمن شرطة اسم الله. بعد الفصل. أهلا بحضراتكم من جديد. شفنا المهندس عدلي القيعي وهو بيشير إلى أهمية تعويد الشباب، تربية الأطفال على السلوكيات السليمة، على التنشئة الصالحة، على ضبط النفس، على الاحترام، على التسامح، على كل القيم الإنسانية الحقيقة اللي من شأنها أن هي تخرج إنسان كويس. لكن دلوقتي هنحاول مع حضراتكم نقف عند صورة معاكسة ونكشفها كلها. بعظمة لسانه ما تقولش أمن شرطة اسم الله. طبعا رحمة الله على صلاح جاهين الرائعة بتاعته واللي غنتها سعاد حسني على الإنسان اللي مختال، اللي فاكر نفسه يا أرض تهدي ما عليك يأدي، اللي ماشي طايح. الكلام ده ملوش علاقة بالملاعب، لكن شفنا هذا السلوك في المباراة الاحتفالية. مبدئيا الأهلي ما كانش عايز حفلة، فاللي يكلمكم يقول لكم بروتوكول، لا مفيش بروتوكول. الخطاب الحقيقي اللي راح للاتحاد الكوره من النادي الاهلي يا باشمهندس، الاهلي رافض الاحتفال علشان الموسم ما انتهاش. سلمونا الدوري. الاهلي عنده تمرين بكره، الناس لمت الورق وروحت، موسيماني بيجمع الفريق بكره عشان عنده ترتيبات للنهائي الافريقي. فالاهلي هو اللي طلب عدم الاحتفال. اتحاد الكوره والشركه الراعيه صممت ان لازم أن يبقى في صوره للاحتفاليه، خلاص على الرحب والسعه. ايه اللي حصل؟ اتحاد الكره الاستاذ عمرو الجنايني رئيس الاتحاد ما جاش. ده نهايه موسم. وزير الشباب والرياضه ما جاش. ده نهايه موسم. بس القصد في الموضوع الاهلي مش عايز حفله. مجلس اداره اتحاد الكره ما بيبعتش الرئيس، كمان ما بيبعتش النائب. بيختار عضو في مجلس الإدارة، ماشي، كابتن محمد فضل، على خلفية أنه راجل ابن الأهلي ويجي يفرح ويحتفل مع النادي الأهلي. دي المفروض اللي جاي بمشاعره وجاي بعواطفه وجاي بخلفياته يا باشمهندس. شوف، هنحاول نلتزم بأكبر قدر من الموضوعية في التحليل وألا نسمح للشعور الشخصي أو الغضب
أن يتدخل. قد يكون بعض الاندهاش موجود نتيجة أن التصرف واضح مش محتاج. إنما أنت قلت رئيس الاتحاد ما جاش، عنده حاجة شخصية، والدته ربنا يشفيها، ولم يأتي نائب رئيس الاتحاد، وكان بمقدور الكابت الخطيب كما سمع أنه طيب أنت بعت لي عضو مجلس إدارة، أنا حيرافق عضو مجلس إدارة. ولكن كابتن الخطيب احتراما منه لاهتمام الجبلية بأنها تسلمه الدرع في الملعب، وكأنه فضل أو تفضل، كأنه فضل منه، هنعتبر أن ده سلوك حميد أنك أنت تيجي تعمل هذا الكلام. خاصة الأهلي طلب عدم المغالاة في الاحتفالية، الاحتفالية كان معمولها ترتيبات تانية خالص ومفاجآت تانية خالص. كابتن خطيب عارف أن أهم حاجة عندنا أفريقيا، فما كانش عايز ياخد الفرقة في فكرة أن الدنيا انتهت على كده ونحتفل بقى. اللي حصل بقى من السرد اللي جاي هيقول لك هو أنا جاي أسلمك الدرع، مش جاي أفسد لك اليوم. أيا كان مين الغلطان في الملعب، بعد ما نتفرج نبتدي نحلل ونقول رأينا إيه في الموضوع دون تحيز أو تحامل. دون تحيز أو تحامل. النادي الأهلي النهاردة قدم جوابين لاتحاد الكورة، جواب للأستاذ عمرو الجنايني رئيس الاتحاد، وجواب للجنة الانضباط. وفي الحالتين بيقول أنه حصل نوع من الإساءة بشكل مهين للاعب الفريق النادي الأهلي محمود كهربا أثناء مراسم تسليم الدرع، حصل تجاوز، حصل اعتداء باليد، وده شكل غريب جدا جدا. احنا شفنا بعد الواقعة كابتن سيد عبد الحفيظ له تصريح مسؤول ومنضبط جدا، الكابتن محمد فضل طلع أشاد بيه، بس وهو بيشيد بيه بيستمر. احنا هنشوف ادي بداية الأحداث من كاميرا خاصة جدا ربما ما تشوفهاش كتير. اهو كابتن كهربا جه سلم على مؤمن وسلم على كابتن الخطيب وحيا مدام الكابتن مؤمن وحيمشوا، كابتن محمد فضل موجود. خلينا علشان الصورة ما بتكدبش، بص اوعى كده امشي من هنا. فجأة اديكوا شايفين حد بيدفع حد بايده بشكل مهين جدا، امشي ابعد من هنا. وتكرر هتتعاد تاني عشان تشوفوا لقطة بلقطة ولحظة بلحظة اللي حصل ده حصل ليه. اللي حصل ده المشكلة اللي فيه ان خدوا بالكوا دي لقطة تتويج العالم كله بيشوفها. أيوة. وكالات الانباء بتنقلها. انا جالي تليفونات من اكتر من حد سواء في الخليج او في كندا او في اوروبا. اهو ادي تاني اللقطة نازلين وكابتن الخطيب مع مؤمن وجي كهربا. كهربا صديق مؤمن قوي وفرحان له ولابس تيشيرت عليه صورة مؤمن، فعنده يعني احساس بالموضوع قوي، فرحان له انه وصل للمرحلة دي من العلاج ونزل الملعب مع زمايله. وهو ماشي قدامه بعيد بيقول له ابعد ليه، امشي اطلع بره. يعني برضو لا شتم وقال له انت قليل الادب وحصل شتم طبعا، انت قليل ادب انت قليل ادب، والكل سمع. يعني ايه لازمة ده؟ يعني انا بسأل سؤال، ايه لازمة ده اذا كان بدايته زي ما هتشوفوا؟ لانه اللقطه الاولى هي اللي سبب. وهنا نتكلم على احساس المسؤول بدوره وبالتزاماته. قبل هنشوف اللقطه الاولى خالص بدايتها انه كهربا ما سلمش على محمد فضل. وهنا المشكله ان احنا نخلط بين الخاص والعام، لا نخلط بين العلاقه الشخصيه. انا بس عايز اقول حاجه، هي بس عشان نشوف حبيبي دي مش هيسلم، مش هيسلم، لانه دي مش استاذ ابراهيم، دي مش مراسم تتويج وتسليم، وده مش الكابتن. والنبي يعني عشان ناخدها في سياقها، مؤمن راح شال كهربا، شال ابن مؤمن سلم، لا كابتن الخطيب ومؤمن اللي هو رايح له شايل ابنه وعايز ياخد بايده نوع من المبالغه او نوع من الاندفاع نحو تكريم صديق له فرحان ان الدوري باسمه ايا كانت الدوافع. لو ليه انا فسرها انه تجاهل للكابتن فضل؟ هو ممكن ببساطه خلاص احنا كابتن فضل سلم عليه وانتهى،
والموضوع مش ما احناش في لحظه في لحظه بروتوكوليه او مراسم نقول تجاهل. يعني ما كانش المفروض ان يكمل الخط. انا حتى لو ورغم هذا ورغم هذا هنعتبر هذا هنعتبر ان قياسا على ما سبق من احداث قديمه ممكن مؤمن يكون قصدها وممكن الكابتن فضل يكون حساها شايلها. لا حساها واتضايق منها. هنا يبقى حقيقة أن هذا لاعب في يوم فرح ناديه بإيفنت وانت مندوب اتحاد ومسؤول كبير جاي تمثل رئيس اللجنة في تسليم الدرع وجاي تحضر لحظة مبهجة أيا كان. تعرف لو كابتن فاضل ما كانش عامل اي حاجه بعدين سجل احتجاجه للكابتن الخطيب انا متاكد ان الاهلي كان هينظر الامور نظره تانية. لكن ان انت تسيب كل الليله دي ولا يعنيك ان انت بتمثل مين ولا يعنيك اللحظه انها لحظه فرح مش عايزين نكدرها ولا ان العالم كله العربي وبعض الدول العالميه بتتابع هذه اللحظه وبتشوف ايه اللي حصل مش فاهم سببه. وبعدين الاكثر من كده انت نزلت المستوى الحدث ما خدتش الحدث على قدرك. كابتن فضل خلي بالك وهو لاعب كلنا عندنا هذا الانطباع لاعب مهذب ابن ناس مثقف لما كل اللعيبه اولاد ناس لان انا برضو يا ابراهيم ماشي والنبي ماشي. خلينا فضل ما انا والنبي عشان خاطري عشان ما ناخدهاش في حته انا لا جاي هاجم ولا جاي ادافع انا جاي بقول لك بسلسل احداث عشان اوصلك لنتيجه كلنا اولاد ناس بس انا بتكلم على ده انه ابن ناس متربي وانه راجل والده مستشار وانه هو خريج تجاره انجليش ولا حقوق انجليش اذا كان الكل ينظر اليه منظور لعيب مثقف وكادر محتمل ولهذا بمجرد ما بطل تلقفه النادي الاهلي في خطوه مبكره جدا لم ينالها اي لاعب بعد ما بطل في النادي الاهلي انه اتعين مدير اداره التعاقدات وابتدت تتعمل له اداره وهو في اول ازمه وفي اول اختبار بين المسؤوليه وما يريده. ما هو انا مش كل حاجه انا عايزها هتحصل بس انا اتعامل في الازمات ازاي. المسؤول هنا مجال احتكاكه انك انت تقيمه في لحظه المسؤوليه. حصل مشكله كبيره جدا وكانت في لحظة في منتهى الخطورة على النادي الأهلي موسم الانتقالات الشتوي اللي كان الكابتن فضل عنده كل الملفات بتاعته وابتدى خطوات كبيرة والشهادة لله أن الراجل رغم أنه هو قال أنا ماشي وأبدأ أظهر غضبه بطريقة أنا قلت له دي مش مظبوطة إلا أنه برضو تعاون لحد ما خلصت المناسبة. بعد كده حصل إيه؟ اختطف أو ابتدى الكابتن فضل يتاخد في إطار الإدارة بتاعة المنتخبات في تنظيم البطولة بتاعة البطولة الأولمبية التصفيات كادر بيتجهز حلو قوي كلنا فرحنا بيه. مش هتكلم على بعض الحاجات الرفيعة لأن ما تخصنيش لكن إذا خطوة كابتن فضل اتنقل من النادي الأهلي حصل مشكلة ربما يكون اتعلم منها راح في سياق الاتحاد وبعدين جاء في اللجنة الخماسية. تخيل لعيب في أقل من سنة بيتقلد كل هذه المناصب وبيبقى مسؤول عن الكرة المصرية واحد من خمسة مسؤولين عن الكرة المصرية وداخل الاتحاد كان هو الأكثر يعني اسمه بيتردد هو الجنايني وكان الاتحاد يعني نتيجة أنه عنده خبرات وعنده والراجل بيشيل مسؤوليات وكلنا. لكن الأزمات المتتالية التي تتعامل معها كابتن فضل عنده مشكلة. نصيحتي له كأخ أكبر أزعم أن أنا يعني متوسم فيه وبحبه لكن في كل الأحوال بقول له أنت الأتيتيود بتاعك كان بيشتكي منك مدير الشؤون القانونية في النادي الأهلي أو مستشار الشؤون القانونية أنك أنت ما بتتعامل معاك بتتعامل بحده شويه لازم يسيطر على دي لان دي بتتعارض كومبليتلي مع نجاحك كمسؤول تستمر وتتطور وتلمع.
فالكابتن فاضل في الحته دي ربما لو ما كان كبح جناح نفسه كان طلع كسبان جدا جدا. لكن طيب كهربا خلي بالك، ايوه انت في الواقعه دي مش انت البادي بالاعتداء مؤكد ودي هتبان، لكن مش ضروري انك انت يعني تتصرف لوحدك في السياق كده. خلي بالك لان الناس عرفت انك عصبي، واللي عايز يصطادك هيصطادك من المنظور ده، هيتربص بيك وهيغلطك. وفي ناس بدات تتربص بكهربا عشان تغلطه، خلي بالك. طيب افاضل مهندس عدلي في الجزئيه ديت، خلينا نقف كمان عند اربع خمس حقائق من واقع الاحداث اللي حصلت، من واقع المشكله نفسها. هو اتحاد الكوره لما في واقعة السوبر تم تغليظ العقوبه على كهربا بالتحديد لوحده، واللي خرج من لجنه الانضباط ساعتها قالت انه كهربا تهمته المتسبب، هو اللي تسبب في اندلاع الاحداث، لولا اللي عمله كهربا ما كانتش الاحداث التاليه حصلت. ده كان تفسير عقوبه كهربا المشدده انه المتسبب. اذا هنا لجنه الانضباط واللجنه الخماسيه ومسؤول اتحاد الكوره اخذوا ان العبره بالسبب بالمتسبب. حادثه التتويج مين هو المتسبب؟ لو الاحداث ماشيه طبيعيا هنقف معاكم عشان نشوف لو الاستاذ عمرو الجنايني ولجنه الانضباط عايزه تحكم بالعدل، تحكم بالصوره، تحكم بالقاعده العادله جدا والناجزه، البادي اظلم. لو الحدث ده ماشي بالشكل ده، الركب ماشي رايح ناحيه المنصه وناحيه اللعيبه وناحيه الدرع، كهربا سابق خطوه، ايه المشكله؟ هتقول لي بروتوكول، مفيش اصلا بروتوكول ومفيش قواعد للتنظيم، لكن بافتراض ان في حد بيعيق حركتك، انت مش مسؤوليتك ان انت تستخدم ايدك. استخدام اليد في واقعه زي ده سلوك في منتهى الغرابه والدهشه. اي واحد ازاي مسؤول ان في حد مسؤول في اتحاد الكوره او في وزاره او غيره يتعامل مع لاعب بالايد؟ التعامل بالايد ده مش مكانه في الملاعب خالص. ده احنا كده بنستورد سلوكيات الشارع للملاعب. اي واحد فينا هيبقى واقف وحد يشده من ايده بالعنف ده هيرد عليه، هيشعر في ايه؟ اول رد طبيعي هو في ايه؟ طبعا تقوم تتكرر مره واثنين وثلاثه، وده اللي انا باخده وباللفظ بقى بالشتيمه. وده اللي انا باخده بقول له يا كابتن فضل انت ما تحكمش على النوايا، انت خدته بجريره انه ما هل هو متضايق انه ما سلمش عليه ولا متضايق من ايه؟ الزاويه الثانيه كل الزوايا اهو، امشي هو يبعد بعيد ليه؟ وبعدين لما تكلمني بقى على البروتوكول، هي مراسم التتويج والحفله ليها بروتوكول مين يقف فين؟ ده احنا شفنا حسام حسن في استلام كاس الامم من الرئيس مبارك طلع فوق الترابيزه وبس راس رئيس الجمهوريه. هو جاك شيراك لما لبس فانيله فرنسا وركب على الترابيزه كان ده بروتوكول؟ انتوا فجاه استوردتوا الفاظ عشان اصل ده ما يصحش انه بروتوكول. بروتوكول المفروض مندوب اتحاد الكره والمسؤول يبقى سلوكه هو كمان على قدر مستوى البروتوكول والحدث، ما يفتعلش ازمه. كابتن سيد عبد الحفيظ طلع في البدايه يا باشمهندس تصريح اطفأ جزء كتير من النار، قال في مداخله له احنا غير مسموح لحد خالص في المنظومه انه يغلط او يتجاوز، غير مسموح انه في اي لاعب من النادي الاهلي حد يتجاوز في حقه، واذا كان مسؤول اتحاد الكوره له حق الاحترام وهذا اساسي، فاي عامل مش لاعب اي عامل لابس تيشيرت عليه لوجو النادي الاهلي مطلوب احترامه لانه بيمثل النادي الاهلي. اي انسان وعليه التزاماته، اي انسان مطلوب احترامه وعليه التزاماته. بص يا استاذ ابراهيم، هذا اللي عمله الكابتن سيد في الاول هيقول لك طب انت يا كابتن سيد ليه قدمت هذا البتاع وبعدين رجعت اشتكيت؟ لان انت حبيت كنادي اهلي انك تمتص الامر وما على راي كابتن سيد ما يكبرش اكبر من حجمه. فبنوع من المبادره بما يشبه الاعتذار قدم الكابتن سيد عبد الحفيظ ان احنا لا نقبل ولا بتاع وكلام ده، وان اللاعب يكون كل الاحترام لي. ولما اكلم الكابتن فضل في هذا الامر كان يتصور ان الموضوع خلاص كده خلص، لكن فوجئ ان بعد هذا الكلام اتقدم شكوى من الكابتن فضل وطلع في كل حته يصرح. انا حولت الامر
للجنة الانضباط. لا انت كده بتستفيد من انك تغلط فيا وتهني وتشتكيني. لا مش كده بس، انك بتستفيد ان انا بعمل مبادرة. البادئ خيركم من بدأ بالسلام. فالاهلي مد يده عشان من غير ما يمد يده. الاهلي شاف ان الامر عايز اكمل الجمله دي يا استاذ ابراهيم. اتفضل. انت بتستغل ان انا اللي ابتديت، وكانك بتظهر ان احنا غلطنا، فانت بتشتكي وهتستفيد من المبادره الطيبه بتاعتي. لا انا ليا حق بقى هطالبه. ده وجهه نظر النادي الاهلي والكابتن سعد عبد الحفيظ، لانه قال جمله مهمه جدا. انت متوقع مني ان انا عاقب لاعب ما غلطش؟ لاعب اسئل وتهان على المستوى الانساني، واحد بيهان، انت فاكر ايه؟ هو 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 هنا كل الامل والامر قد ذهب الى القضاء الداخلي في اتحاد الكوره، ان القضاء لا ينظر الى المناصب انما ينظر الى الوقائع والى الحقوق، لان اصعب حاجه على الانسان الظلم والقهر. وما تقوليش اصل ده متكرر، انت كده بتستغل ضعف عندي عشان تغلطني مره واثنين وثلاثه، وفي الاخر توصل انك تخلص مني. هذا كلام مرفوض. وعلى فكره زي ما ناس كتير عرفت ان الكابتن كهربا عصبي وابتدت تشتغل على الحته دي، ما هي ناس عرفت ان الكابتن فضل عصبي ممكن تشتغل على الحته دي. مش لصالحه كمسؤول ولا كاداري يا سيدي. ما حد، انت ازاء المسؤوليه اذا كنت هطالب اللاعب بالانضباط ازاء المسؤوليه، المسؤول اولى بالانضباط ازاء المسؤوليه. المسؤول اولى بالانضباط، واولى كمان يشوف الجزء الاخر من الحقيقه بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. متواصلين معاكم بعظمه لسانه، وما تقولش امين شرطه اسم الله. الاحتفاليه الكبيره في تتويج الاهلي ببطوله هي الاكثر جداره في تاريخ المسابقه، وهتشوفوا ارقامها بالتفاصيل في حلقه النهارده ان شاء الله. لو اللقطه بتاعت محمد فضل مع كهربا ما حصلتش، لو احنا بصينا في الصوره والناس ماشيه في اتجاهها الطبيعي عشان تشوفوا مين اللي بيفسد الفرحه، اهو بافتراض ان كهربا بره اهو خد بنت مؤمن وسلم عليهم، ابن مؤمن وسلم عليهم وهيمشي، اهو ماشي قدامهم والسياق ماشي اهو. ابعد تعالى بره. طب يبعد بره ليه؟ بصوا بقى طريقه التعامل والايد غير اللفظ. انا بتكلم على شوفوا مين المتسبب. لجنه الانضباط اللي عاقبت كهربا باشد العقاب في واقعه السوبر بذريعه التسبب، ان هو تسبب في الاحداث. مين اللي تسبب في الاحداث دي؟ مين اللي بيخلط الخاص بالعام؟ كهربا متضايق من تصريح سابق لفضل اثناء ماتش السوبر. انت مسؤول، انت جاي علشان تمثل الاتحاد. ازاي ده يتسبب في الاحداث بهذا الشكل، وبعد كده يشتكي كهربا لجنه الانضباط ويقول لك هوقفه، ويخلي كل البرامج وكل المواقع تتكلم في التسخين ضد اللاعب؟ اصل ده اللي بيعمل احداث. مين اللي عمل الاحداث؟ ما الدنيا ماشيه، ما الناس متجهه ناحيه المنصه وكهربا سابق بخطوتين قدامهم. ايه المشكله؟ شخصيا اهي امشي اطلع بره. ليه؟ التاني بيقول له اوعى ايدك ما تلمسنيش. لا انا عايز هنا. وبعدين شايل الولد بالظبط كده. لو الولد ده وقع مسؤوليه مين؟ يعني ابتدى فضل يتعامل بعنف معاه ويزقه في صدره ويشده وهو شايل الولد الطفل. ابتدى الطفل يتدلى منه يعني. وبعدين الكابتن بقول له وانا بساله، قال لي انا ما خدتش بالي خالص، انا كل تركيزي كابتن خطيب كان مشكورا جاي بي يعني بيعزيني فبساله على الواقع، قال لي والله انا ما خدت بالي، انا كل تركيزي ماسك مؤمن وخايف عليه حد يزقه حد يوقعه، لانه جسمه اضعف من انه يتحمل حد يزقه. الكابتن باصص لقدام لحد ما سمعت الهرج والمرج وكلمه تقليل الادب. لكن ما اعرفش السبب ايه. بعد كده اتبعت لي شريط مره واثنين وثلاثه عشان بص سابقهم بكام خطوه. ايوه ما فيش يعني تعرف وبعدين انا عايز اعرف حاجه بعيدا عن اي حاجه، انت كمسؤول بقى الشخص اللي لابس بدله ايا كان هو مين، هو انت لما تستخدم ايدك ضد لاعب هيرد عليك؟ ايه الحل؟ انا بسالك سؤال بقى سيبك انت اللحظه دي لحظه ايه شخصيه؟
مراسم تسليم الدرع بالظبط، وانت مندوب الاتحاد بالظبط، واعتبرت ان الولد ده يعني متجرئ وانه مش قدامك ماشي. اه تقوم رايح رايح له مشتبك وسايب رئيس النادي اه رد عليك وسايب الراجل اللي الدرع باسمه ورايح عامل حدث جانبي، ولا تروح مكمل في اللي انت فيه وبعد كده تعمل اللي انت عايزه؟ هو لو كان بكلمه واحده هو ماشي كده يا كابتن، ما ينفعش كده، ما كانش الموضوع ده اتعالج في ثانيه بالظبط. اي حد يعني منظم هو هو دي الفكره يا جماعه، نلتزم بالنظام. اذا كان في نظام اصلا ما فيش سياق. وبعدين مين يعني مين المسؤول على رايك؟ مين المسؤول؟ مين اللي مسؤول عن النظام يقول نعمل ايه؟ وبلغ مين بنعمل ايه؟ اللعيبه بفرحتها يا راجل، ده احنا شفنا في السوبر كان رئيس الاتحاد في اوضه لبس الزمالك بيبارك له. ما هو انت مثلا باعت محمد فضل لانه الراجل اهلاوي وجاي بمشاعره، المفترض انه هيطفي مزيد من البهجه والسعاده ويشارك الناس فرحتها. لانه طب هو انت لما تمد ايدك على لاعب هيمدها عليك، هتضربه هيضربك، انت مين؟ انت احنا وصلنا للمساله ديت، لاعب يشتبك مع مسؤول، طب ما هو اللاعب او اي حد هو انسان في الاول وفي الاخر، انسان هتهينه هيرد عليك بإهانة. انسان، انما في الاخر يا استاذ ابراهيم محدش يتمنى يشجع على هذه التطرف. طبعا ازاي تمنع ده من الاصل؟ يعني ازاي كل واحد يتصرف التصرف المسؤول؟ ازاي يبقى في انضباط؟ ادي مثلا الاستاذ عمرو الجنايني يا كابتن محمد فضل لما حضر ماتش السوبر وبيشارك لعيبه الزمالك احتفالات، فين البروتوكول هنا؟ فين البروتوكول بقى؟ ها جاوبوني. كهربا خرق البروتوكول. طب ورئيس الاتحاد هنا كان فيه بروتوكول؟ كان الراجل بمشاعره وبعواطفه يا جماعه، خلونا والمباراه بالناديين المصريين نفرح ليه؟ انما على المستوى الانساني ما تقدرش تحجر على عواطفه كانسان. كانت البروتوكول قواعده فين؟ طيب حد زعل؟ قال لك لا، هو في النهايه الموضوع انتهى والراجل عنده عواطف وعنده مشاعر. لو كان حد من النادي الاهلي في الاتحاد وحب يحتفل مع الاهلي ويفرح، محدش هيحجر على مشاعره، وما نقدرش هو من الموضوعيه هو نحجر انسانيا على مشاعر حد. بالقياس بقى، بالقياس لو كان الكابتن فضل راح واخد كهربا في حضنه مثلا زي ما الاستاذ عمرو الجنايني خد شيكابالا في حضنه، يا واد مش هتعقل بقى، مبروك مش بقى، مش عايز تسلم، وسع كده، خليك بلاش، مش عارف، كان عمل له كده، اتفضل انا اسف. هنا انك انت ازاي تتجاوز الازمه؟ عشان كده انا بقول يعني الكابتن فضل وهو عنده المؤهلات انه يكون كادر لازم يخلي باله من الحاجات دي. أيوة. لان هتعطله الحاجات دي، هتعطله، ويهمنا انه ما يتعطلش. يعني وبنقول لكل واحد بنتوسم فيه خير، ازاي في اللحظه دي تتصرف كمسؤول؟ يعني انت امبارح كل الناس فرحانه بكهربا تحديدا، احسن مباراه اداها مع النادي الاهلي، كان رائع في كل شيء، وعايزين نستنى بقى وهو بيساهم مع المنتخب. دي مصيبه ثانيه بقى، دي بعد دي مصيبه ثانيه. ازاي تشخصن الامور الى هذا المستوى؟ هقول لكم حقيقه، كابتن حسام البدري كان حريص كل الحرص على ضم كهربا للمنتخب. كابتن حسام البدري كان حريص كل الحرص على ضم كهربا للمنتخب، كل الحرص. حصلت ضغوط، حصلت شروط، حصلت تدخلات، كهربا لا. كهربا ليه؟ لانه عامل مشكله. طب احنا تقبلنا، هو رمضان صبحي ده ما عملش مشكله؟ ده عمل مصيبه سوداء. لا هو هو ولما فنيا كابتن حسام البدري شاف انه يضم رمضان صبحي للمنتخب وهو اللي ما لعبش مباراه لا وديه ولا رسميه من 11 شهر. اخر مباراه رمضان صبحي لعبها في شهر 12 السنه اللي فاتت، اللي يفتكر من 11 شهر كامله رمضان صبحي ما لعبش ماتش. والكابتن حسام البدري عنده نقص في اللعيبه، ورغم تحفظ كل الجماهير على اللي عمله رمضان، انما الراجل قال لك مصلحه المنتخب. طب اللي عمله رمضان من كل السياق اللي انتوا تابعتوه وتفاصيله وكل غضب الجماهير واحتقانها، كل ده تم التغاضي عنه قصاد مصلحه المنتخب. هل مصلحه المنتخب دلوقتي لاعب زي كهربا اهين بالدفع اللي حصل؟ رد وقال له ما تلمسنيش، كل اللي كان بيقوله كهربا ما تلمسنيش، والتاني بيقول له انت لاعب مش عارف ايه. عارف ان بره اول مظهر من مظاهر التحرش، والتحرش مش جنسي بس،
التحرش معناه انك انت استفزاز او اعتداء. اللمس دون تاتش مي، ما تلمسنيش. الجذب واللمس ده بيهين انسانيه اي حد، خصوصا لما ياتي من حد يعني اكبر ومنصبه بيقتضي انك انت ما تقدرش تاخد حقك منه. وهنا بنخش بقى لماذا يتحصن كل مسؤول بمركزه؟ احنا وصلنا الى ايه؟ هو انا عشان اكون مسؤول اعمل اللي انا عايزه وما بقاش لا احاسب وما بقاش ما غلطان، واي حد دون صلاحياتي يتعمل فيه اللي انا عايزه وما يقدرش يحتاج وما ياخدش حقه له موجه، واذا رد وكان رد فعل يبقى نطالب ونحقق معاه وعايزين نجازيه ونشيله من منتخب مصر وهو في احلى لحظه توهج ليه؟ من سنه تقريبا. فين مصلحه المنتخب؟ فين مصلحه المنتخب هنا؟ فين مصلحه المنتخب؟ فين خطا كهربا؟ اي حد في الاتحاد يقول لنا باستثناء الكابتن محمد فضل، فين خطا كهربا؟ مين عنده استعداد على المستوى الشخصي والانساني ينام. ان حد لا ينام بقى وضمير يرجع بقى لل يعمله يتصرف معاه تصرف ده ويسقف. ارجع للافتتاحيه اللي انا قلتها، اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدره الله عليك. ازاي وانت في منطقك تفصل بين الخاص والعام؟ ازاي ما تكونش لا اله انت سبحانك اني كنت من الظالمين وتتذكرها وتقول يا رب ما اكونش من الظالمين. ما هذا كلام مهم جدا، وهو دي اللي بتفرق تخلي مسؤول عن مسؤول. ان المسؤول اللي بيحس بالمسؤوليه ما يقدرش ينام لو كان احد اسباب ظلم اي انسان. ارجو ان نتذكر هذا كلنا. ونتذكر كمان كلام مهم قاله الزميل محمد شبانه في الاذاعه النهارده. بما ان احنا جهابزه يعني، فانا هكلمكم عن جهبوز في كرة القدم المصرية، الكابتن محمد فضل. كابتن محمد فضل خد صورة مع درع الدوري، مع النادي الأهلي، مع الكابتن محمود الخطيب النحيادي وفضل النحيادي، لو قعد من سنتين يفكر 30 سنة لقدام ان هو ممكن يتحط في هذا الوضع مش هيصدق، وكأنه يعني بيتكلم في الخيال. لكن ساعات الأقدار بتحقق حاجات. لو قعد محمد فضل 30 سنه يفكر ان هو ممكن يجي له وقت وياخد صوره زي دي مع الكابتن محمود الخطيب، اقسم بالله ما هيصدق. يعني معقول هبقى راس براس بالخطيب؟ الخطيب على اعتبار ان الخطيب ده اسطوره الاساطير، اسطوره ضخمه جدا جدا زي محمد صلاح كده بعد 20 سنه، هنتكلم عليه كده بنفس الطريقه. فمحمد فضل من لعيبه الوسط في النادي الاهلي، لعيبه الوسط في النجوميه، مش لعيبه خط النص يعني، يعني لعيبه الزمالك والاهلي في لعيبه سوبر ستارز وفي لعيبه بتحسش بيها وفي لعيبه في الميدل كده في النص، يعني لو نجم قوي ولا ما تحسش بيه قوي. فضل من النوعيه دي، وده بيحتاج وقت طويل جدا علشان خاطر ياخد الوضع اللي هو نفسه فيه. يعني عشان يبقى عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره محتاج 20 سنه علشان يعرض نفسه على الجمعيه العموميه ويخش انتخابات وناس تقتنع بيه، محتاج 20 سنه كمان عشان يعمل ده في النادي الاهلي. لكن القدر حطه قدام هنا مريده عشان يختاره، يحط مدير لكاس الامم عشان يجي بعد كده الفيفا يعمل لجنه مؤقته لاتحاد الكوره لما يستقيل المجلس بتاع هنا بوريده، فياخدوا بالهم ان كان في واحد اسمه محمد فضل فيختاروه في اللجنه المؤقته، علشان عمرو الجناين يخلع من الماتش بتاع الدرع وجمال محمد علي يخلع من الماتش بتاع الدرع، مش عايزين وجع دماغ. ففضل اللي يتصدر الصوره. الاقدار حطتك كده بعيد بقى انك جدير او مش جدير، سيب ده بقى لشغلك، لكن لابد وان تغتنم هذه الفرصة بالشكل المناسب. الشكل المناسب يعني ايه؟ انك تبقى على قدر هذا المكان. طيب هتقول لي انت بتتكلم وبدأت تتلمح وتخش على قصة كهرباء، هقول لك تمام فعلا، لان المسؤول وهو قدام الكادر وقدام الكاميرا هو عليه جزء ضخم جدا في فرض الاستقرار على المكان اللي هو فيه. الناس سابت الفكرة الحلوة اللي عملها اتحاد الكورة واللي نظمتها برزنتيشن، والناس سابت المشهد اللي كان فيه مؤمن زكريا وماسكين في كهربا ومحمد فضل وقصته. برضه ماشي وارد وطبيعي، لكن اللي مش طبيعي ان فضل يطلع في التلفزيون امبارح ويقول هو بنفسه اصلا انا كاتب شكوى بايدي ومقدمها لجنه الانضباط والقرار هيطلع النهارده، وكان لجنه الانضباط ده اللي احنا واخدين عنها انطباع ان هي لجنه محايده وان هي لجنه تسير وفق القانون والعدل فقط. انت بتدي الناس وتصدر لهم انطباع وكانها لجنه تسير حسب وفق واهواء اولي الامر. طيب كلام مهم جدا جدا جدا،
وخد الموضوع في سياق حقيقي جدا بس مختلف. يعني تصور على رأيه ان احنا بدل ما نتكلم في فرحة وبنتكلم مؤمن يعيش اللحظة واختص باللحظة وينفرد بها، لا احنا عمالين نتكلم على مشكلة مفتعلة. ودي ما تجيش الا اذا كان مشاعرك من الاول فيها توتر، لان انت لو تجاوزت عن هذا الامر البسيط جدا اللي كان ممكن يعدي ويتصلح بعدين بمليون طريقة واعتذار وكنت تاخد حقك لو كان في تجاوز في الحق، لكن انت اهدرت كل حقوقك بانك انت مديت ايدك على انسان. الانسان ده بقى في منه اللي يقبل، في منه اللي ما يقبلش، في منه الحساس، وفي اللي بينك وبينه حاجه تخليك صحيح ما تغامرش انك تلمسه، ما تغامرش انك تلمسه. صحيح. والسؤال كمان اللي انا بساله لك هو لو كابتن محمد فضل مش موجود وموجود الاستاذ عمرو الجنايني او موجود الدكتور جمال محمد علي، كان اللي حصل ده حصل؟ ما اظنش. وان كان برضو انا مندهش استيار. انا مندهش برضو على رايي، يعني هو دي جوه كابتن انا لمستها بس ما قالهاش. يعني هو في ايه؟ هو في ايه؟ يعني تخيل انت في انت كاتحاد مش عايز تعبر المسابقه الاساسيه بدل بنتكلم على البروتوكول بقى. لو كان مجلس اداره النادي الاهلي نازل عضو مجلس اداره مع عضو مجلس اداره، هل ده كان ده اللي كان عايزه اتحاد الكوره؟ يعني هي دي اللحظه اللي فيها توهج، هي دي اللحظه اللي الناس كلها بتقول لك يا سلام اتحاد اللجنه دي عملت حاجات وخصوصا فتره اخرانيه كويسه جدا تحمل عليها بعضها. النهارده اعلنوا هيكله الجمعيه العموميه ل 96 نادي فقط. اولا الهيكله ثانيا ولو انهم ارغموا على استكمال الدوري ولكن استكمل. طب انت النهارده حتى لما جيت رئيس لجنه المسابقات بتاعك يستقيل عملت له حفله يا اخي وفرحت بيه وفرحته، انت ليه بتجي تعكر صفو حفلتي انا؟ جاي تعكر لحظه ما راعيتش فيها حتى قصة مؤمن وتأثير مؤمن ووجود مؤمن ودرع مؤمن. احتفال الأهلي بمؤمن زكريا واهتمام الأهلي انه يكون مؤمن حاضر ويحاط بكل هذه المشاعر ده جزء من العلاج، ده مش كلام ولا رأينا، ده رأي العلم، رأي الدكتور، اول دكتور في المخ والأعصاب عالج مؤمن زكريا قال رأيه امبارح في صدى البلد عن تأثير اللي الأهلي بيعمله مع مؤمن على الناحية العلمية في علاجه. نشوف. والله يا فندم أنا لا أخفي عن حضرتك أن أنا ترددت كثيرا جدا أن أنا لما أتكلم عن المرض أتكلم عن شخص بعينه، ولكن صحيح. لما شفت على الفيسبوك كم الناس اللي ما تعرفش مؤمن إطلاقا معرفة شخصية واللي بتدعي له بإخلاص شديد، وعجبني صحيح. جدا وانت بتتكلمي عن زوجته او عن اللي هي قد ايه اللي هي يعني بيبان معدنها في وقت الازمات، انما كمان بيبان معدن الشخص نفسه طبعا في وقت الازمات طبعا. ازاي انا صامد؟ ازاي انا راضي؟ ازاي انا مكمل من غير اي ضجر او اعتراض؟ وعجبني جدا كمان قد ايه النادي بتاعه اللي هو بيدعمه بكل حب وإخلاص، وده الحقيقة مثل يحتذى لأي جهة أو أي مكان الواحد إدى فيه يبقى المردود بهذا الشكل طبعاً. بهذا الحجم طبعاً. لأنه بيفرق جدا جدا في معنوياتي، وأنا بعتقد أن الواحد معنوياته لما تبقى كويسة بهذا المناعة عنده بيبقى في وضع مستقر أكثر، ما فيش شك في هذا، إحساسه بأن كل زمايله وكل الفريق اللي كان معاهم في وسطهم والنادي بتاعه والأهل والأصدقاء والناس اللي موجودة في الميديا كل ده له أثر ضخم جدا جدا عليه وفي التخفيف عنه، وده في أبحاث بتقول كده الناس برضو اللي في ظروفه يتحط لهم برامج للتأهيل النفسي ومش بس التأهيل الحركي تقوية العضلات وغيره وغيره، لكن الدعم والتأهيل النفسي حاجة مهمة. والحقيقة الدعم النفسي ما بيبقاش بس للمريض، انما الدعم بيبقى كمان للكير جيفر، الناس المخالطين اللي حواليه، هم لان هم بيتاثروا بيه جامد جدا ويبقوا محتاجين زي ما هو محتاج بالظبط، لانه دايما يقولوا ان فاقد الشيء لا يعطيه. هو بيتحسن دكتور محمود؟ والله يعني طبعا يا اما ان احنا نوقف تطور المرض يا اما ان احنا نبطئ تطوره، حتى لو كان بيتطور غصب عننا يبقى بقاش بالسرعه الكبيره، ولكن حتى الان يعني منتظرين وربنا ان شاء الله مش هيخذلنا ان احنا نلاقي الدواء اللي يقدم
تحصل أكثر من كده أو شفاء كامل بإذن الله. إن شاء الله. هذا حق مؤمن، والحقيقة اللقطة دي فيها اعتداء على حق هذا اللاعب اللي اليوم كله كان جميل بالنسبة له، لكن بإذن الله برضو ما يتركش حد يسرق سعادته وبهجته. العالم كله واقف معاه، أغنية عملت له خصيصا وكسرت الدنيا. الأبحاث العلمية يا رب يكون ما يقدمه. دكتور محمود حميدة طبيب المخ والأعصاب اللي عالجه طبعا قال لك اهتمام النادي بيه وفرحته بيه واحتضانه ليه وفي وسط زمايله ده جزء من التأهيل النفسي في العلاج. يا رب يا رب يستمر ويشفيه يا رب إن شاء الله بإذن الله يا مؤمن، يكتمل شفاك وترجع لنا على خير بكل قوة إن شاء الله. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام مهم جدا عن عظيم أهلي. أهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم. وقلت لكم في البداية أنه بكرة على طول فريق الأهلي هيواصل تدريباته استعدادا للنهائي الأفريقي. فريق الرجاء وصل ببعثته كاملة تقريبا، متأخر منهم لاعب فقط، لكن وصل للقاء الزمالك يوم الأربعاء، والفائز الأهلي بينتظره للنهائي 27 نوفمبر إن شاء الله. انتهى أيضا النهاردة مباراة الأهلي والزمالك في كرة اليد للأنسات، الأهلي فاز 30-25 ووصل مسيرته في الفوز السابع على التوالي هذا الموسم. أيضا استقر الجهاز الفني لكرة القدم في الأهلي على عودة المعارين الأربعة ناصر ماهر ومحمد شريف وصلاح محسن وأكرم توفيق لتدعيم القوة الضربة الحمراء في الموسم اللي جاي ان شاء الله. وكان في تصريح كابتن سيد انه هيدرس لسه موقف الباقيين، موقف بقيه المعارين لتحديد الموقف في الفتره اللي جايه ان شاء الله. ده كان كل ما قيل بعظمه لسانه عن هذه الازمه اللي فيها تطورات وفيها محاولات للصلح وفيها محاولات للاحتواء، لكن هو في الاصل احنا بنتكلم على هدفين ثلاثه، لا يضار لاعب ولا يظلم واحد لم يرتكب خطا. كهربا ما اخطاش، وتصريح الكابتن سيد عبد الحفيظ في البدايه كان بهدف احتواء الازمه وعدم تصعيد الامور، وانه اللاعب لا يضار. لما لقى الموقف مختلف خالص عند محمد فضل، وانه هو كهربا بيستبعد من المنتخب وبتتقدم ضده شكوى لجنه الانضباط ويحال، وراح النهارده ادلى باقواله امام لجنه الانضباط. تصرفات عصبيه زياده عن اللزوم الحقيقه. يعني انا اتكلم بمنطق ايجابي واقول انه الاهلي ما بيقبلش يتجاوز في حق اي حد، سواء من اتحاد الكره وكمان حد من لعيبته او حتى عماله. ما دام في التزامات يبقى كل طرف ياخد حقه. التزم هذا الالتزام بهدف التهدئه، فافاجئ انه كهربا يحال للجنه الانضباط. لا طب ضربني وبكى وسبقني واشتكى يعني ولا ايه؟ فكان من الطبيعي جدا استخدام الحق القانوني، اما انه في محاولات كتيره للتهدئه، فالمؤكد ان احنا هدفنا الاساسي ان اللي حصل ده ما يحصلش تاني، وكل اللي اخطا فيه يدرك مسؤولياته ويرتقي الى حجم ومستوى المسؤوليه. ده كان كل ما بعظمه لسانه، لكن هناك كلام كتير في الغربال. بطل أبطال العالم عظيم يا أهلي، نشوف هذا التقرير الصوتي وتستمتعوا برأي المهندس عادل القيعي عن أفضل المواسم الكروية. كانت ليلة مؤمن وتتويج أبطال الأهلي بدرع الدوري للمرة 42 حديث الصحافة والمواقع الإلكترونية، حيث جاء عنوان الصفحة الأولى من صحيفة المساء: الأهلي الفرحان بالدرع التاريخي كسبان. وعبر صفحات الرياضة قالت: الأهلي الجبار ما يعرفش الهزار، وأبرزت فوزه على الطلائع بثلاثية وتحطيم كل الأرقام القياسية. وتحت عنوان الأهلي ليلة رائعة، أفردت الأهرام المسائي مساحة كبيرة لفوز المارد الأحمر على الطلائع بثلاثية سليمان وجيرالدو وكهربا والاحتفال بالدرع على أرض السلام. كما أشادت بدفع موسيماني بالوجوه الشابة وحسم اللقاء في شوط واحد. وقالت الأخبار: ليلة تتويج الأهلي، وأشارت إلى الختام الرائع لبطولة الدوري بثلاثية في الطلائع وظهور مؤمن زكريا الذي أسعد الجميع. وتحت عنوان ختامها مسك،
أبرزت الأخبار المسائي تتويج الأهلي بدرع الدوري بعد الفوز بثلاثية على طلائع الجيش، وتحدثت عن موسم الأرقام القياسية. تتويج الأهلي بدرع مؤمن زكريا كان محل اهتمام الكثير من المواقع الإلكترونية، حيث قال موقع في الجول في ليلة البطل مؤمن ووداع فتحي: الأهلي يهزم الطلائع بثلاثية في احتفالية التتويج بالدور 42. بينما ركز موقع يلا كورة على مؤمن زكريا ووصفه بأنه بطل ليلة التتويج، وأشار إلى أن النادي الأهلي تفوق على نفسه وحقق أرقاما غير مسبوقة في الدوري، مؤكدا أنه صنع التاريخ مجددا بفوزه على الطلائع. وبينما ركز موقع مصراوي على ثلاثة أرقام قياسية حققها الأهلي في ليلة التتويج بالدوري: تتويج الأهلي بدرع الدوري 42، أبرزه أيضا الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم عبر تويتر راصدا الأرقام القياسية والمميزة التي حققها المارد الأحمر، كما قدم التهنئة لجماهير النادي الأهلي باللقب. طبعا واضح التقرير والتركيز على جمال الليلة ودوري مؤمن استمتعت بالماتش؟ أنا استمتعت بالماتش واتفرجت عليه من أول المرة دي. خلاص المرة دي اتفرجت، حبيت أشوف إيه الليلة هتمشي إزاي. ولذلك كان أول ما شفت لقطة فيها فركشة وهيصة كده استغربت قوي، إيه المناسبة؟ ضايقتني يعني، حسيت إن إيه نقطة حبر وقعت في طاج اللبن ولا الليجوان حلوة قوي ما شاء الله، فيها مهارة حلوة قوي قوي قوي. اللي عايز أشيد بيه يا جماعة، خلي بالكم من أيمن أشرف، ده تالت جون في الفترة الأخرانية لونج باس من أيمن أشرف متقن يسفر عن هدف. قالوا ديانج بقى وجيرالدو محيرني جدا، اتنين يظهروا لك فاعلية هائلة جدا ويعملوا لك حاجات ساذجة جدا، يعني أخطاء ساذجة وفاعلية عبقرية. يعني الجون اللي جابه ديانج مع جيرالدو وعمل كذا لعبة حلوة وعمل كم أسيست حلوة جدا، لكن هو ما بينفرد برضو يحيرك، ما تعرفش تقيمه جيدا. جيرالدو عنده مشكلة توازن، لازم بينزل يقع حد يشوفه ليه بيقع على الأرض، لما وقعش على الأرض كتير الراجل ده هيبقى في حتة تانية خالص. لكن كهربا أنا في رأيي، انت بتقصد باجي الفيرود؟ باجي الفيرود. شوف محمد فخري والاسيست ده، يعني هقول لك الظواهر اللي عجبتني في الماتش ده. عربي بدر فخري شادي، عربي بدر ما شاء الله. عربي بدر ورغم انه مش متوظف في حته كان بادي تايه شويه، لكن مع تقدم الماتش ابتدى يسترد صلابته ويسترد نفسه وميزاته. راجل حاسب في شرط فقطع الكوره ابتدى يباصي صح، مش مطلوب منه انه يؤدي مهام هذا المركز بامتياز لانه مش بتاعه، لكن مطلوب منه انه يؤديه بكفاءه وجديه. عمل كده. لكن فخري، محمد فخري هو لاعب جين من غزل محله من سنتين، ناشئ، ولما جبناه احنا جبناه لانه كان لعب في رستيم، يعني سواء كان جاي عنده 17 سنه وبقى له سنتين بيلعب فوق، وهو دلوقتي يعني 99 و20 21 سنة. اللعيب ممتاز جدا جدا جدا، هادي جدا، راكز على كورته، يعرف امتى يهدي، امتى يرجع على الكورة، امتى يبص لقدام. الاسيست، عمل اسيست مع اعتقد كان كهربا الجون الثاني ده. شوف، هو عربي بدر وفاخري وشادي رضوان اللي شارك، من العناصر طبعا بقى شادي ما لحقش اول، لو انه جاله كورتين لو هو هدي على الكوره شويه كان قدر يجيب جول. لكن هو ثقته في سرعته وفي مهارته حب يعمل يخرج المقرر كله في الربع ساعه دي، فهو عنده احسن من كده. مطلع يجي 6-7 ناشئين، اعتقد يعني موسما اللي عايز يلاقي فرصه جالك الراجل اللي بيدي الفرص. جالك الراجل اللي بيدي الفرص يا استاذ. وكمان عايز اقول ان كهربا ده احسن ماتش له مع النادي. صحيح يا استاذ عمرو اديب، نشوف ازاي شاف تتويج الاهلي وفرحته والفوز بالدوري.
يا أخي كل سنة بحمل هم اليوم ده. اليوم ده تقيل على قلبي. بقالي 20 سنة قاعد في المكان ده، اليوم ده تقيل. نفسي أغير حتى الصيغة. نفس الكلام أقوله ونفس الحاجات أقولها، ومن جوه ببقى عندي يعني كرشة نفس. إنما نعمل إيه؟ نهني النادي الأهلي بفوزه بالدرع، درع الدوري العام المصري. النهاردة يقول لك إيه؟ يقول لك الدرع طلع يتفسح شوية ورجع تاني. يعني النهاردة الأهلاوية يقول لك إيه؟ يقول لك إحنا مطلعين الدرع بس إيه؟ يعني من عندنا كده علشان يعني يشم هوا ونرجعه تاني، ما بيروحش حتة. بس أنا بقول لكم حاجة، ده آخر دوري الأهلي، زي كل سنة بقول كده، ده آخر، لا وبعمل كده بنفس الحركة بنفسي، ده آخر، والصوت بيبقى جاي، ده آخر دوري الأهلي هاخده بعد كده. ودايما بقول كده العشر سنين، وقلت برضو ده من 20 سنة، العشر سنين اللي جاية الزمالك هو اللي هياخد الدرع إن شاء الله. بجد تهنئة للنادي الأهلي، وكان موقف جميل، تهنئة كابتن مؤمن زكريا النهاردة وهو موجود وحضوره. أنا رأيي إن ده كان دوري مؤمن زكريا، مشاعر طيبة جدا من زملائه وأحبائه. الأهلي يستحق الدوري طول الوقت، فارق بعدد كبير من النقاط. وادي الدرع اقول لي مش عارف يعني مره نفسي اتصور طب انا عايز اقول لكم حاجه، اتصور جنبه في الاهلي زي كابتن مؤمن زكريا كده، اتصور جنبه في الاهلي خلاص، مش لازم في الزمالك، في اي مكان. مفيش تغيير، غيرت القنوات والاهلي ياخد الدوري، شعري وقع والاهلي ياخد الدوري، عملت دايت وخسيت والاهلي ياخد الدوري، جات الكورونا والاهلي ياخد الدوري، عزلت من المانيال وجيت 6 اكتوبر والاهلي ياخد الدوري، عملت كل حاجه والاهلي ياخد الدوري. الف مبروك للاهلي والف مبروك لجمهور الاهلي، حاجه جميله. بس انا بقول لكم ان دي اخر، لازم كده، دي اخر سنه الاهلي ياخد فيها الدوري. بجد ربنا ما يحرمناش من اللحظه دي، اخف دم منافس، وباذن الله احقق لك امنيتك السنه الجايه واصورك مع الدرع في الاهلي. في الاهلي طبعا، امال يعني باذن الله، يعني باذن الله باذن الله. طيب هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف للاستاذ عمرو اديب ايه الجديد في فوز الاهلي بالدوري السنه دي عن كل سنه من السنين اللي هو بيتعب فيها. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين مع بطل ابطال العالم عظيم يا أهلي. عارفين مفيش موسم حصلت فيه الجدارة الكاملة بالعلامة التامة لتتويج بطل أكتر من هذا الموسم. سيبكم أنه هو امتد لأكتر من سنة بفعل التوقف الطويل عدة شهور أثناء أزمة كورونا، لكن هذه الجدارة الكاملة بالأرقام القياسية الناصعة الحقيقة اللي محدش، خليكم بقى فاكرين الموسم ده بتاع 19-20 عشان اللي هيقول لك بعد كده بالتحكيم قول له كان عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكوره. رئيس اتحاد الكوره، دي واقعه يا باشمهندس بتفكرك بكل الوقائع التاريخيه في تاريخ المسابقه من سنه 48. يبقى قيادات اتحاد الكوره من اصل نادي الزمالك والاهلي يتوج بطل، ويطلع حد ما اعرفش ملوش لازمه دلوقتي يقول لك كان بالتحكيم وكان ما اعرفش ايه. لا، وإدارة اتحاد الكرة ما هياش أهلوية خالص تتحقق هذه الجدارة الكاملة للأهلي. بص يا أستاذ إبراهيم، اتحطت، أنا مبسوط جدا فريق الإعداد وسعادتك على رأس القائمين على هذا الأمر. أنتوا حطيتوا في هذا الجدول 6 معايير بين مقارنة الأهلي كبطل الدوري المصري بالأندية العالمية بأبطال الدوريات العالمية سواء والعربية والإفريقية. يعني الأبرز من الخمس مع 6 معايير دول الاهلي في المركز الاول في 5. بصوا بقى عشان تحتفظوا بهذا الجدول، ده جدول الجداره الاهلاويه الكامله على مستوى دوريات العالم. الاهلي راح في حته ثانيه خالص، حته ثانيه بيتقارن بابطال الدوريات في كل دوله. هقول لكم مثلا الاهلي خد الدوري المصري، ده الدوري رقم كام؟ بس انا عايز اقول ان في معيار محطوط بذكاء. انت مش جايب ارقام صماء،
عشان ممكن يقول لك من كم مباراه من كم، لا ده انت عامل نسب. ايوه يعني انت مثلا لعبت 100 دوري خدت منهم كام، وغير لعب 150 دوري ممكن يبقى اكتر، بس نسبه الفوز بعدد الدوريات كام بالظبط. انت حطيت النسب دي، احييك على هذا. طيب هقول لكم ببساطه، الاهلي خد الدوري المصري للموسم 42 في تاريخه، بس الدوري المصري بدا سنه 48، ما اقدرش اقارنه بدوريات بدات قبل كده او بدات بعد كده. يبقى المعيار العادل النسبه المئويه، فبين مرات الفوز ال 42 الدوري المصري اتلعب 61 مره، ده الموسم 61، فهتلاقي الاهلي ما شاء الله رقم واحد على مستوى ابطال دوريات العالم هذا العام في مرات احراز اللقب. الاهلي عنده 42 لقب بنسبه 68.8%. ليفربول بطل الدوري الانجليزي حقق اللقب ال 19 بنسبه 10.8%. ريال مدريد 34 لقب 38.2%. اليوفنتوس عنده 31%، البايرن عنده 27%، سان جيرمان عنده 11.1%، الترجي عنده 30.9%، الرجاء المغربي عنده 17.3%، والهلال السعودي عنده 35.5%، وشباب اهل دبي عنده 15.5%. اذا يعني باختصار الاهلي 68، الاهلي في المركز الاول في عدد مرات الفوز، رغم انه مش اعرق او اقدم دوري، ولكن النادي الاهلي حقق 42 لقب، بينما ريال مدريد اللي هو في المركز الثاني حقق 34 لقب. مرات الفوز بالنسبه المئويه، السنه دي الاهلي في موسم الجداره الكامله، الجداره التامه، بيكسب 28 مباراه في ال 34 مباراه اللي لعبهم، دول بنسبه 87%، او سوري 82.3%. ما تفوقش على الاهلي في الخانه دي الا ليفربول. ليفربول عنده 84% والاهلي عنده 82.3%. الفارق فقط عدد المباريات، لان هو هناك بيلعب 20 اسبوع، انت بتلعب، هو بيلعب عنده 20 نادي 38 اسبوع، انت بتلعب 34 بالظبط. فالاهلي الاول بعد ليفربول، هو الثاني بعد ليفربول في عدد مرات الفوز السنه دي، رغم ان هو ينفرد على ليفربول. ليفربول خسر يا ماتشين يا ثلاثه، الاهلي خسر ماتش واحد، الفرق فروق تعادل. طب عدد النقاط، الاهلي ما شاء الله حصل رقم قياسي في تاريخ المسابقه، الاهلي وصل للنقطه 89، وده رقم قياسي مصري في تاريخ المسابقه. ده يديك نسبه كام؟ 87.2%، يعني من النقاط المتاحه في الدوري السنه دي الاهلي خد 87.2% منهم، هو الاول، لانه ليفربول الثاني 86%، ويتدرج بعد كده الريال 76، واليوفنتوس 72، وبايرن ميونخ 80. طب فارق النقاط عن الوصيف، الاهلي عمل اكبر فارق عن وصيفه، الاهلي الفارق عن الزمالك لحظه التتويج او في ختام الموسم 21 نقطه كامله، ده بعد خصم الثلاث نقاط، بعد خصم الثلاث نقاط. فارق مع الوصيف، الاهلي عنده 42 لقب، الزمالك عنده 12 لقب، الاهلي عنده 30 لقب فارق عن الوصيف، وده اعلى فارق بين ابطال دوريات العالم كلهم جدا. الاهلي حسم الدوري بدري يا باشمهندس قبل النهايه بسبع اسابيع في المركز الاول، وده لم يتحقق في اي دوري في العالم. ست معايير على مستوى العالم، الاهلي الاول في خمسه والثاني في لقب، يعني السته واحد، ده ختمها. ونعمل القياس، والف مبروك للتتويج، دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير، نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.